حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من الرافدين في صدى أقلام جديد وجولة صحفية نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من مقال الكاتب شاهو القرداغي، نشره موقع مركز رسام للدراسات بشأن تصريحات بلاسكارت ومستقبل النظام السياسي في العراق، وذلك في أثناء إحاطتها أمام مجلس الأمن، إذ حثت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جنين بلاسكارت الطبقة السياسية العراقية على الخروج من المأزق الذي تمر فيه مؤسسات البلاد منذ أكثر من 7 أشهر، وحذرت من مخاطر حدوث اضطرابات شعبية مجددا على الرغم من مواقفها السابقة ولقاءاتها المتكررة مع قادة الميليشيات المسلحة، وخصوصا في أثناء الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين التي أدت تلك المصادمات إلى نشوء انطباع سيء لدى العراقيين من أدوار السيدة بلاسكارت، وخصوصا مع زيادة الضغوط الشعبية على الطبقة السياسية والمطالبة بدور بناء للأمم المتحدة في العراق. ولكن إحاطتها بمجلس الأمن الأخيرة جاءت ملامسة للواقع الذي يعيشه العراقيون في ظل الانسداد السياسي. هذه التصريحات على هذا المستوى العالي وأمام العالم يعطي صورة واضحة عن ملامح المنظومة السياسية في العراق، وأنها على الرغم من المحاولات الحثيثة للحكومة خلال الفترة السابقة من تجميل الواقع العراقي عن طريق الندوات والمؤتمرات ومحاولة لعب أدوار للوساطة بين الدول وتقديم العراق كدولة متمكنة وقادرة على إدارة نفسه دون التدخلات الخارجية أو تدخلات الفواعل من غير الدول، إلا أن تصريحات بلاسكارت ساهمت في كشف الواقع الحقيقي بعيداً عن عمليات التجميل، وأعطت رسالة واضحة للداخل والخارج عن غياب الدولة العراقية وغياب رجال الدولة الحقيقيين، وعن تصارع قادة الأحزاب على المكاسب والمصالح دون أي اكتراث بمستقبل الدولة العراقية. ويبدو واضحاً هذه المرة أن تصريحات بلاسكارت تعبير واضح عن نبض الشارع العراقي ونتيجة طبيعية للتظاهرات والاحتجاجات العراقية التي استمرت لأشهر، وحاولت إرسال رسالتها إلى الداخل والخارج العراقي برفض المنظومة السياسية القائمة على أساس ومبدأ المحاصصة وتقاسم السلطة بين الأطراف السياسية وإدامة الفساد وغياب الشفافية، والذي أدى إلى خلق وضع مشوه ومستقبل غامض للعراقيين. وبالرغم من استخدام السلطة لكل أنواع العنف والقوة لقمع التظاهرات وإخماد الحراك الشعبي، إلا أن صوت الشارع وصل وإن متأخرا إلى الجميع، وأصبح يتداول على أعلى المستويات مع تحذير الأحزاب السياسية بضرورة الإصلاح خوفاً من موجة احتجاجية أخرى قد تكون أقوى وأشد من السابقة. وأضاف الكاتب شاهو القرداغي، على الرغم من صراحة خطاب بلاسكارت ومحاولته توصيف الواقع بصورة منطقية، ولكنها تجنبت ذكر أسماء السياسيين وقادة الميليشيات المتورطين بأعمال القتل والفساد وتغييب المواطنين، إذ إن من المهم تحديد المسؤولين والقادة الحزبيين الذين تحملون مسؤولية إيصال العراق إلى حافة الانهيار نتيجة لتراكم السياسات الخاطئة وانتشار المحسوبية والسلاح المنفلت وتغليب المصالح الحزبية والشخصية والخارجية على المصالح الوطنية. يبدو أن هناك شعور واضح لدى الأطراف الدولية بصعوبة استمرار الأوضاع في العراق على ما هو عليه، وترى ضرورة الاستعداد لكافة الاحتمالات والسيناريوهات على غرار ما حصل مع احتجاجات تشرين التي ساهمت في فتح صفحة جديدة في تاريخ الاحتجاجات العراقية وجمع أصوات العراقيين بالرغم من الركون إلى كافة وسائل الخوف والعنف والقتل ومحاولات خلق الفتنة الطائفية والمذهبية والقومية لإنهاء هذا الحراك. ويبدو واضحاً أن الأطراف السياسية تخشى من موجات احتجاجية أكثر تطوراً في الأيام القادمة في حال استمر الانسداد السياسي وتأثيره السلبي على الواقع العراقي.
الطبقة السياسية الحالية في العراق لا تكترث للتحذيرات والدعوات الدولية التي تحث صناع القرار والقادة السياسيين إلى إعادة النظر في خطواتهم وقراراتهم وعدم الاستمرار على السياسات الخاطئة التي أدت بإدخال البلاد إلى نفق مظلم، بل تحاول دائما وبكل الوسائل تقديم صورة مختلفة عن الواقع العراقي وعدم الاكتراث بالتحذيرات الداخلية والدولية والإصرار على السير على السياسات والتوجهات الخاطئة التي أدت وتؤدي إلى نتائج كارثية يدفع ثمنها المواطنون أولا وأخيرا. تصريحات بلاسخارت أكدت مجددا أن العراق محروم من المؤسسات الحقيقية، وأن لغة السلاح هي اللغة الحاسمة والفاصلة، وأن شعارات الديمقراطية مجرد حبر على ورق وغير موجودة على أرض الواقع، وأن البلاد ذاهبة إلى المجهول في ظل بقاء هذه العقلية السائدة. إلى مقال للكاتب صادق الطائي ذكر فيه أن التغيرات البيئية التي حدثت منذ نحو 3 عقود في العراق جعلت العراقية يعيش جوا كابوسيا لا يعرف سببه، إذ ألقى بعضهم مسؤولية على عاتق السياسات الحكومية الفاشلة والتي نخرها الفساد والتي تسببت في استفحال ظاهرة الجفاف والتصحر التي تزحف على العراق بشكل متزايد ومرعب، بينما لجأ بعضهم الآخر إلى التعاطي مع ظاهرة العواصف الترابية كالمعتاد بوصفها إشارات أو رسائل دينية نتيجة الغضب الإلهي. وبالتأكيد كان لنظريات المؤامرة أيضا حصة كبرى في تفسير الأمر. الأسباب العلمية لظاهرة العواصف الترابية يمكن أن نطلع عليها في التصريحات الحكومية الرسمية التي حاولت أن تشرح الأمر. مثال ذلك ما جاء على لسان وكيل وزير الزراعة ميثاق عبد الحسين الذي قال في تصريح إعلامي إن قلة التخصيصات المالية وتأخر إقرار الموازنة هما من العوامل التي أسهمت في تأخر تنفيذ بعض الخطط الخاصة بمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية. وأضاف أن شح الأمطار أيضا أدى إلى الجفاف وقلة الغطاء النباتي خصوصا في المناطق المكشوفة في صحراء غربي العراق، وهي ممتدة إلى دول مجاورة أيضا، وبدأت تشكل ظاهرة مناخية حادة ما يقتضي جهدا مشتركا مع جيراننا لمكافحة هذه الظاهرة. كما بين ميثاق عبد الحسين أن الارتفاعات العالية للعواصف الغبارية تجعل الأحزمة الخضراء محدودة التأثير في التصدي لها أو تقليل أثرها. خلاصة القول في عواصف العراق الترابية ما قاله مضر الحلو: هل يعلم أصحاب هذه التفسيرات ومطلقوها ومروجوها عبر نشرها في منصات وسائل التواصل أنهم يوفرون بذلك غطاء للمسؤول الفاسد المهمل الكسول المقصر؟ فإنه أكثر المستفيدين من هذا النوع من الثقافة التبريرية، إذ إنها تخلي مسؤوليته عن البحث عن العلاج. ذكر صحيفة تلغراف البريطانية أن مؤامرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تفكيك الغرب جاءت بنتائج عكسية مفاجئة، فقد ذكرت أن الكولونيل ميخائيل خوردانيوك وهو الخبير الروسي البارز في الشؤون العسكرية كان يظهر بانتظام على شاشات التلفزيون الرسمي الروسي منذ تقاعده من الجيش في عام 2000 ليقدم تحليلات سياسية. وفي شهر شباط الماضي فبراير سخر خوردانيوك من فكرة أن أوكرانيا يمكن غزوها بسهولة وصفها بأنها خيالية، بيد أنه ذهب إلى أبعد من ذلك في أثناء لقاء في برنامج روسيا تلفزيوني في وقت سابق في الأسبوع الحالي قائلا: نحن الآن في عزلة جيوسياسية تامة ولا نريد الاعتراف بذلك. وعندما سألته مقدمة البرنامج عن الهند والصين وموقف التحالف معهما أجاب: أنا أنظر إلى الصورة الكبرى. فلنتابع التفاصيل. زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الكورية الجنوبية جزء من رحلة الاستمالة الجناح الآسيوي من أجل تحالف جديد مناهض لبوتين.
ولفتت الصحيفة إلى أن التماسك المفاجئ في أوروبا وتجديد شباب الناتو أمر رائع، كما أظهر تخلي السويد وفنلندا عن فكرة الحياد العسكري تغييراً كبيراً، بيد أنه ربما تكون التغييرات الأكثر أهمية هي تلك التي حدثت في شرق آسيا، إذ أعادت اليابان تسليح نفسها ونهضت دول أخرى محايدة سابقاً وفرضت عقوبات وانحازت إلى طرف، تماماً كما أراد بايدن الذي قال في خطابه الأخير عن حالة الاتحاد: خلال معركة الديمقراطية والاستبداد تنهض الديمقراطيات فوراً. إنه محق بالتأكيد بشأن نهاية الحياد، لكن الدول الآسيوية التي كانت محايدة طوال فترة الحرب الباردة تحشد الآن من أجل قضية الديمقراطية وتتطوع من خلال انضمامها إلى فرض عقوبات، وإن كانت سنغافورة لم تفرض عقوبات على أي شخص منذ غزو فيتنام لكمبوديا، إلا أنها تفرض عقوبات الآن كما أوضح رئيس وزرائها مؤخراً، والسبب هو أن الغزو الروسي يمثل تهديداً وجودياً لهذه الدولة الصغيرة. ورأت الصحيفة أن المشكلة الكبرى تتمثل في الهند، لكونها تحصل على معظم معداتها العسكرية من روسيا، وكانت داعمة إلى حد كبير لبوتين في الأشهر الأخيرة. وننتقل إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي ذكرت أن موسكو بدأت إقالة قادة عسكريين كبار وتقسيم الوحدات القتالية إلى عدد أصغر والاعتماد أكثر على المدفعية بعد تعثر هجومها بأوكرانيا وتلاشي احتمالات النصر. وأضافت الصحيفة أن هذا التحول يأتي بعدما يقرب من 3 أشهر من توقعات المسؤولين الروس والغربيين على حد سواء في أن تحقق موسكو انتصاراً سريعاً وحاسماً في أوكرانيا، ولكن بعد قتل آلاف من الجنود الروس وسيل من الإخفاقات منذ بدء الغزو في 24 من شهر شباط الماضي، فقد اضطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تضييق نطاق أهدافه في أوكرانيا والتركيز على شرقي البلاد. أشارت الصحيفة إلى أن هذا التقييم حظي بموافقة مجموعة من المراقبين بما فيهم مسؤولو استخبارات غربيون ومحللون مستقلون تابعوا الحرب عن كثب. ونقلت عن مدير جهاز المخابرات الإستوني مايك ماران القول إن روسيا تخسر في أوكرانيا عسكرياً وسياسياً وأخلاقياً، ومع استمرار الحرب وعدم تحقيق روسيا مكاسب حقيقية في ساحة المعركة وفقاً لآخر تقييم للبنتاغون، فقد تمت إقالة العديد من القادة رفيعي المستوى في الجيش الروسي، من بين هؤلاء القادة اللفتنانت جنرال سيرخي كيسل الذي ترأس الجهود للجيش الروسي للاستيلاء على مدينة خاركيف، ونائب الأدميرال إيغور أوسيبوف الذي كان مسؤولاً عن أسطول البحر الأسود عندما غرقت البارجة موسكوفا، وفقاً لوزارة الدفاع البريطانية. وأكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن أحدث تقييمات الاستخبارات الأمريكية للحرب تبين أن القادة الروس على مختلف المستويات قد تم إعفاؤهم من واجباتهم. وأظهرت تقييمات استخباراتية أمريكية أنه على الرغم من نشر موسكو أكثر من 100 كتيبة تكتيكية في أوكرانيا، يتراوح عدد كل منها بين 500 و800 فرد، فإنها لم تحرز تقدماً يذكر في دونباس. في مقال بعنوان خروج روسيا من سوريا فرصة لإسرائيل في صحيفة نيوزويك الأمريكية، قال جاكوب ناجل وجوناثان شانزار عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، قالا إنه بين رحيل روسيا من سوريا وأزمة لبنان والعقبة الأخيرة في المفاوضات النووية مع إيران، قد يكون لدى إسرائيل فرصة قصيرة للتقليل من التهديد الإيراني في سوريا والبنية التحتية لإنتاج القذائف الموجهة بدقة من حزب الله في لبنان.
وقد عد الكاتبان أن كل الأنظار تتجه الآن نحو سوريا، إذ إن الحرب في أوكرانيا دفعت روسيا إلى إعادة نشر بعض القوات والمعدات خارج سوريا أين كانت تدعم نظام البشار الأسد المحاصر. وذكروا أيضا أنه مع رحيل الروس يريد الإيرانيون أن يملأوا الفراغ. إن خروج روسيا من سوريا يشكل الآن خطرا وفرصة لإسرائيل، فبدون الروس وأنظمة دفاعهم الجوي المتقدمة سيتمتع سلاح الجو الإسرائيلي بحرية أكبر للمناورة. وأوردا أن عدد العمليات الإسرائيلية في سوريا قد زاد بالفعل منذ بدء الحرب الأوكرانية ومن المرجح أن يتكثف. وزعم الكاتبان أن نظام الأسد الذي كان سيفقد سلطته لولا التدخل الإيراني والروسي قد يرحب بتكثيف الحملة الإسرائيلية، لأن إيران تجاوزت مدة الترحيب فيها في سوريا وانتهكت سيادة البلاد وعرقلت علاقاتها الدبلوماسية مع العالم العربي. وأضافا أن العديد من الدول العربية البراغماتية تؤيد التخلص من القوات الإيرانية من سوريا في محاولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة بعد سنوات من الاضطرابات. وقالا إن الحرب ضد حزب الله هي الحرب التي تجنبتها إسرائيل منذ فترة طويلة لمنع حدوث أضرار واسعة النطاق، وستكون أسوأ بكثير بالنسبة للبنان الذي يتأرجح حاليا في أزمات سياسية واقتصادية. ويدرك حزب الله أن حربا مدمرة في لبنان ستضر بصورته ناهيك عن قدراتها، وختم بالقول إنه إذا وقعت الولايات المتحدة على الاتفاق النووي مع إيران فإن تخفيف العقوبات الهائل الذي تحصل عليه طهران سيكون بمثابة نعمة للجهود العسكرية الإيرانية. من جديد، تغطي كتل ترابية منذ الاثنين سماء العاصمة العراقية بغداد ومناطق أخرى في البلاد وصولا إلى أربيل، مما دفع السلطات إلى تعطيل الدوام الرسمي في الإدارات وإغلاق المطارات. قد بدأت هذه العاصفة الترابية ليلة الأحد إلى الاثنين، واستيقظ سكان العاصمة على طبقات من الغبار تغطي منازلهم وسياراتهم، وكان مستوى الرؤية ضئيلا في الشوارع والطرق التي خلت تقريبا من المارة، كما شهد صحفي في فرانس بريس. وقد تسببت العاصفة الأخيرة المماثلة التي ضربت العراق قبل أسبوع واحد تسببت بإغلاق المطارات والإدارة العامة وتعليق الامتحانات، وأصيب أيضا فيها بسببها نحو 10,000 شخص بحالة اختناق في أثناء العاصفتين الترابيتين الأخيرتين اللتين ضربتا البلاد. قد أصبحت العواصف الترابية ظاهرة متكررة في العراق في الشهرين الأخيرين مع حلولها بشكل أسبوعي تقريبا، يعزوها خبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر. فالعراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، خصوصا بسبب التزايد الجفافي مع ازدياد درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف 50 درجة مئوية. إليكم الآن مشاهدينا الكرام مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. في ختام جولتنا الصحفية إذن في صدى الأقلام، تقبلوا تحياتنا وفي رعاية الله وحفظه.